بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطاهرين. الذي شهدناه في هذا المؤتمر الذي أقيم للوحدة الإسلامية في لندن أن مجموعات كبيرة من العلماء والنخب اجتمعوا في هذا المؤتمر وتدارسوا فيه موضوع الوحدة الإسلامية، وكان هذا المؤتمر يقام سنويا، وهذا هو المؤتمر السابع الذي يقام في لندن هنا. وكنا في السنوات السابقة نشهد حضور كمية من علماء البحرين في هذا المؤتمر، شهدنا أحيانا حضور العلامة الشيخ عبد الجليل مقداد، العلامة الشيخ سعيد النوري، الأستاذ الكبير الأستاذ المشيمع، الأستاذ حسين، وكثير من العلماء والقادة والأساتذة. والذي نأسف له أننا نجتمع هذه المرة وهذه الوجوه وهذه الشخصيات الكبيرة قابعة في السجون. السجن لشخصيات كبيرة من هذا النوع لا يزيد في هذه الشخصيات إلا قوة وإلا مكانة في قلوب الناس. هؤلاء لم يسجنوا لأنفسهم ولم يسجنوا لمصلحة خاصة بهم، لم يسجنوا لذنب ارتكبوه، لم يسجنوا لجريمة اقترفوها، إنما سجنوا لأنهم طالبوا بحق الشعب البحريني المظلوم، الذي لعلنا لا نعرف شعبا من شعوب العالم أشد مظلومية من هذا الشعب الذي حرم من أبسط حقوقه. غريب أن شعبا لا يريد من الحق إلا أن يكون له صوت، أن يكون لكل فرد من هذا الشعب صوت يقرر به مصيره، يريد أن يكون سهيما في إدارة أرضه وإدارة ثروته وإدارة مصالحه، وأن يكون صاحب إرادة مستقلة عن إرادة المستكبرين، أن لا يكون بلده بلدا يستثمر لصالح الصهاينة الذين هم أعداء المسلمين، أن يكون بلده بلدا تسخر ثرواته وتسخر إمكانياته لمصلحة الشعب البحريني نفسه. أناس كهؤلاء الذين رفعوا أصواتهم لكي ينادوا بحقوق الشعب لابد أن يكرموا ولابد أن يبجلوا. ولو كانت السلطة في البحرين لو كانت تفكر حتى في مصلحة نفسها، دعنا عن مصلحة الشعب، لو أن السلطة كانت تفكر في مصلحة نفسها ولو كانت السلطة عاقلة لا فرجت عن هؤلاء، بل ولا كرمت هؤلاء ولا انصاعت لمطالبة هذه الشخصيات بحقوق الشعب. يمكن للسلطة في البحرين أن تستجيب لمطالبات الشعب، أن تستجيب لحقوق الشعب. الشعب البحريني لا يهدف أن يحكمه، الشعب لا يحكم، الشعب كل شعب يحتاج إلى حكام، كل شعب يحتاج إلى حكام. فإذا دافع هؤلاء الحكام عن حقوق شعوبهم وإذا ضمنوا حقوق شعوبهم استطاعوا أن يعيشوا هم والشعوب في سلام وأمان، استطاعوا أن يثبتوا ويدوموا وتدوم حكومتهم. الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، للباطل جولة وللحق دولة. إننا ننصح حكام البحرين وغير البحرين من بلاد عالمنا الإسلامي ألا تنصتوا إلى كلام أعداء الشعوب وإلى كلام الصهاينة وحلفائهم، ولكن انصتوا إلى كلام الشعب وإلى صوت الشعب. لو أن هؤلاء الحكام ولو أن حكام البحرين استجابوا لمطالبات الشعب البحريني المظلوم
ولو أنهم استجابوا لمطالبات هؤلاء القادة المظلومين الأحرار الأبطال الذين هم في السجون لاستطاعوا أن يضمنوا مصالح الشعب البحريني، ولاستطاعوا أن يصطلحوا مع الشعب البحريني وأن يعيشوا مع الشعب في سلام من دون حاجة إلى سجون. الشعب البحريني شعب مسالم، شعب وادع، عجيب أن يتعامل معه الحكام هذه المعاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى لشعب البحرين كل الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر في البحرين السلامة والحكم العادلة، وأن يرفع رؤوس هؤلاء القادة والشعب البحريني إن شاء الله تعالى.